يعني سوزان احنا دائما بنفتخر بكل السيدات العرب اللي بيكون عندهم شغف وبيكون عندهم حلم وهدف وبيقدروا انهم يوصلوا له ويحققوه ويرفعوا اسم العرب بشكل عام، اسم فلسطين واسم المرأة الفلسطينية والعربية. انا بحب اسالك كيف بدت حكايتك مع تسلق الجبال؟ بتعرفي كان في نقطة كتير واضحة جدا بحياتي اللي أنا عرفت إنه أنا بدي أتسلق أول جبل بحياتي، بس مثل يمكن الرسالة اللي بدي أمرقها هلأ إنه مثل كتير من الناس بنكون عايشين حياتنا بطريقة عادية، بنشتغل في جو عائلي، في اهتمامات، في وظيفة، وبنحس إنه دائما في شيء ناقص، بس متكاسل على إنه إحنا نعرف شو هو هذا الشيء الناقص أو إنه إحنا شو كانت الدعوة أو الرسالة اللي إحنا انخلقنا من شأنها. كل واحد فينا ببساطة في له رسالة بهالعالم، فأنا من الناس اللي الحمد لله محظوظة إنه قدرت أسمع للصوت اللي بيداني اللي قال لي ها هي رسالتك، فكانت أول مرة بشوف فيها جبل حر بحياتي. أنا دائما كنت أطلع على الطبيعة وعلى الوالد وكامبينج وتخييم وهيك قصص، بس كجبل ما كان عمري، يعني ما كبرت وأنا صغيرة بقول بدي أتسلق جبل. بس لما شفت أول جبل كبير بحياتي كتير هيك قعدت أتأمل فيه، وشفت القمة قعدت أتأمل فيه شي 10 دقائق، بعدين قلت أنا بدي أرجع بعد سنة وأتسلق هذا الجبل. هذا أي جبل؟ كان جبل كليمنجارو. كليمنجارو تسلقتيه عدة مرات؟ اتسلقته 10 مرات الحمد لله، وأول مرة كانت يعني كابوس، وبحب يعني إنه الناس تعرف إنه الموضوع مش سهل، إنه أول مرة كان كابوس، وإنه طبعاً بالخبرة وبالتعليم هلأ صار لما بتقولي لي تعي نطلع كليمنجارو بقولك يلا تعي نطلع بكرة. كأنه رايحين على عبد الليمول. الأمور بتتغير، بتعرفي لما تكوني عم تتحضري وبتكوني خلاص عارفة شو في بالموضوع من ناحية التأهيل أو التدريب النفسي والعقلي والجسدي، بكون الموضوع دائما أسهل. بعدين أنا لما بلشت أتسلق بالمنطقة عندنا كلها ما كان في حدا عم بيتسلق، يعني ما في حدا إنه يفيدني ويعطيني معلومات ومن وين أشتري الأشياء اللي بحتاجها. هلأ الحمد لله الجالية عم تكبر، وأي دور يعني من الأشياء اللي أنا كتير بترضيني إنه أي دور بقدر أعمله إنه أفيد الناس اللي بدها تتسلق، لأنه بحس إنه لازم ننمي أول شيء روح المغامرة عندنا، لأنها بتخلق نوعية إنسان مختلف. نعم. وبعدين التسلق، يعني أنا بحس حالي عرابة التسلق إذا بقدر أسمي حالي هيك. أي حدا بيحتاج أي شيء كتير بحب أساعدهم، لأنه أنا ما حدا ساعدني لما بلشت أعمل هاي الشغلة، فما بدي إياهم يعانوا نفس المعاناة اللي أنا عانيتها بالبداية. تمام.